بكم في قناة نوبة كروشيه. النهاردة هنعمل مع بعض النقطة من سلسلة الحروف العربية بالكروشيه. هنعمل مع بعض دايرة سحرية، جوه الدائرة السحرية هنعمل غرزة نص عمود، تانية، تالتة، نشد الدائرة كده شوية، الرابعة، الخامسة، ستة، سبعة، ثمانية. نقفل الدايرة بتاعتي. تمام، ونقفلها في أول واحدة عملناها بغرزة منظرف، وأعمل غرزة أمان وأقص الخيط بتاعي كده. انضف شغلي من ورا جوه الغرز وادخل الخيط بتاعي. هنا الفتلة التانية نفس الحكاية عشان ما تفكش مني، من بين الغرز وادخل الخيط بتاعي، اقص الزيادة ودي نقطة اللغة العربية سلسلة الحروف بتاعت اللغة العربية. النقطة اللي هنستخدمها سلسلة الحروف اللي في اللغة العربية بالكروشيه. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.